هاتين المباراتين مع انتظار مؤجلات الانتر قد تعني بان الفريق سيصل كره بمحاوله تاتي يعني قد يصل ميلان قد يصل ميلان سيلعب دوري الابطال اما من بوابه الدوري الاوروبي او من البوابه المحليه في الموسم القادم ينتظر ميلان في الشامبيونز لكن في الموسم هذا في الموعد هذا في الملعب هذا القادمة يتقدم ويلبر هذا الأسمراني في مواجهة دوناروما يسجل لمصلحة المدفعجية لمصلحة القنرز اللاعب ويلبك يضع الكرة في المرمى ليعلن عن التعديل الآن ليعلن عن التعديل الآن واحد واحد وبأقدام الأسمراني ويلبك يسجل يضع هو لا زال وهو في سن 43 كرة في محاولة خطيرة خطيرة جول جول بعد كل التألق يأتي جرانيت شاكا ليكسر حاجز دوناروما يأتي جرانيت شاكا يسدد من بعيد يصطاد الإيطالي الصغير ويضع كرة في الشباك ليعلن عن ويلشير في منطقة الجزاء عرضية ملعوبة خطيرة ويلبك يسجل من جديد يضع الكرة في شباك دوناروما التألق أمام رمزي في المرة الأولى لم يمنع داني ويلبك من الوصول إلى المرمى هدف ثاني يأتي هدف ثاني يأتي والأرسنال يسجل يبصم بالخمسة